السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مشاهدينا ومتابعينا ومتابعي قناه تزرع فقر الصح. كل عام وانتم بخير، ويا رب تكونوا بالف خير وسعاده، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. النهارده هنعمل فيديو عن الزينه، ازاي هنزين السطح بالانوار وبالزينه، وان شاء الله رب العالمين يعجبكم الفيديو. طبعا زي ما حضراتكم شايفين، فكينا الزينه او فكينا الكهرباء القديمه، وبنحاول دلوقتي نركب الكهرباء الجديده. طبعا اللي ما عندوش خلفيه في الكهرباء المفروض يفصل الكهرباء تماما تمام، ويشتغل فيها واحده واحده. ولو ما عندكش اي خلفيه في تركيب الفيش او تركيب يعني وصلات خارجيه، انصحك ان انت تجيب فني تركيب كهرباء تمام. هي حاجات بسيطه، واحنا زودنا بس عودين ليد زائد لمبه صفرة كده وحمرة. انا عايز اقول لكم ان انا اصلا اليوم ده جالي فيه حبايبنا يعني قرايبنا وكده، فما كملتش الفيديو، وحاولت كده ان انا اخطف تصوير السطح قبل اكتماله يعني. بس زي ما حضراتكم شايفين كده، امتع ما في اليوم يعني اولاد اخت ربنا يبارك فيهم يا رب، كانوا بيحاولوا يساعدوا، واحد بيكنس واحد معايا، واحد بيبوظ عمر طبعا انتوا عارفينه بيبوظ اي حاجه احنا بنعملها، فربنا يعيننا. طبعا انا شلت كميه انت يا ابني انت يا ابني انت يا ابني، يعني بص كده يعني طالع افسحهم، بقيت انا اللي اتعصب عليهم بس. فشايفين يحيى ما شاء الله الله اكبر عليه، يعني بيمسح السطح بيكنس معذره. طبعا احنا هنا زودنا فيشه عشان خاطر نركب فيها شريط الليد ده من الناحية التانية، مكانش فيه كهرباء أصلا يعني، فخدنا من اللمبة ركبنا لها فيشة خارجية وهنوصل فيها شريط الليد. طبعا تصوير الفيديو ده يعني اتكلفنا حوالي 18 دقيقة، انا لخصناه في حوالي 4 دقايق ونص، ويعني معلش بقى عايزكم الدعم بقى يعني ادعمونا. وطبعا انتوا شايفين الكهرباء بعد ما طبعا لسه ما المنظر ده بيبان بالليل يعني، واحنا ان شاء الله مصورينه، ف محتاج دعم تمام. الفيديو بيبان قدام 4 دقايق، ده بيتم تصويره مثلا حوالي 20 دقيقة 25 دقيقة، ده كان تقريبا 17 دقيقة ونص تقريبا أو حاجة، لا 15 دقيقة وفي 7:30 بعد كده، غير بقى إن أنت بقالك ساعتين مثلا عمال توضب وتعمل يعني بره التصوير، وفي حاجات ما بنصورهاش أصلا تمام. فأنا كنت بركب بقى عرف الزينة ده وجيهم الناس قرايبنا. وطبعا ده بعد ما يعني اتحجبت لهم كده، قلت لهم هطلع اجيب لكم نعناع، ف طلعت جبت لكم نعناع وصورت بس المشهد ده، وصورت الناس ده بتاعت قدام الشقه بعد ما ظبطناها برضو، هتشوف الفيديو التكمله. يعني حاجه بسيطه كده، كل سنه وانتم طيبين، وعاد الله علينا وعليكم وعلى امه الاسلام والشعب المصري يا رب كده بخير واليوم نور البركات. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.